بيعمل عن طريق الأديان، لأنه الله غير متغير ثابت، وأنه الله طبعا مش بغير رأيه في فكرة أديان، في ديانة الله أعطاها لليهودية، وفي ديانة أعطاها للمسيحية، وفي ديانة أعطاها للمسلمين، وفي ديانة أعطاها للهندوس وللبوذية، في ديانات اليوم أعطاها للأحمدية أو للدرزية أو للبهائية. يعني اليوم وإن تعددت الأسماء، الله عنده طريق واحد. وأنا ذكرت أنه عدة مرات هذه الحقيقة الكتابية، أنه الكتاب المقدس يقدم لنا أن الله هو الإله الحقيقي وحده ولا غير. والكتاب المقدس بيعلمنا أنه كلمة الله هي كلمة الله الحية التي لا تتغير ولن تتبدل، هي كلمة الله مش أي كلام آخر، اللي هو الكتاب المقدس هو كلمة الله. ثم الكتاب المقدس بيقدم لنا شخصية يسوع المسيح، إنه هو المخلص الوحيد، إنه هو الطريق الوحيد إلى الحياة الأبدية وإلى السماء وإلى طبعا حياة أفضل. وإنه الكتاب المقدس بيقدم وبيعلم إنه الخلاص هي مبادرة إلهية، الله تحنن على الإنسان بعد فشله الذريع ومحاولاته الكثيرة، لكن الله اهتم بخلاص الإنسان إذ أرسل المسيح لكي يقدم نفسه فدية كفارة موتا بديليا ونيابيا عنك وعني، حتى أنت وأنا نتبرر أمام الله القدوس.